من صحيفة السوداني ومنها نقرأ: اتفاق في اجتماعات أديس أبابا على تشكيل لجنة لهيكلة قوى الحرية. تحصلت السوداني على مسودة ملاحظات وقضايا الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتضمنت الملاحظات إعادة هيكلة القطاع الأمني وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، بجانب التزام السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل، والالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان، فضلا عن إلغاء كل الأحكام الغيابية والتهم التي صدرت ضد قيادات وأعضاء الحركات المسلحة، ووجوب أن يتضمن اتفاق إيقاف العدائيات الحق الفوري للجبهة الثورية في ممارسة نشاطها بصفتها تنظيما سياسيا. بداية أستاذ حيدر، ما هو تقييمك لاجتماعات الحرية والتغيير والجبهة الثورية بناء على نص هذا الخبر؟ وطبعا يعني هنالك وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير موجود في أديس أبابا منذ عدة أيام، ويخوض مشاورات، دعنا نسميها مشاورات، مع مكونات الجبهة الثورية بتشكيلاتها الثلاث: حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان عقار. هذه المشاورات ظلت مستمرة منذ عدة أيام، والتحق بها يوم أمس تقريبا المفاوض الوسيط الأفريقي أحمد حسن والدبات، وكل اثنين من أبرز قيادات إعلان الحرية والتغيير هما الإمام الصادق المهدي والباشمهندس عمر يوسف الدقير، التحقوا بعد بروز، أعتقد أنهم بعد بروز بعض العقبات الكبيرة جدا التي اعترضت مسار المشاورات التي كانت أصلا هي ماضية بين الطرفين. من غير ما ذكره هذا الخبر، هنالك خبر أيضا يشير إلى مطالبة الجبهة الثورية بتشكيل حكومة تصريف أعمال أو تصريف مهام، وأعتقد إنه هذه لم ترد في هذا الخبر، لكن أعتقد أنها وردت في خبر في واحدة من الصحف الأخرى. أما تفاصيل هذا الخبر الذي طالعته الآن، هنالك بعض البنود الواردة في المطالبات التي يعني طرحتها الجبهة الثورية معقولة جدا ولا خلاف عليها، ويمكن إنفاذها بكل يسر وسهولة. أما الإشارة إلى مسألة هيكلة الأجهزة النظامية، فهذه كانت وما زالت واحدة من الإشكالات الدائرة بين المجلس في المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. هنالك تخوفات كبيرة جدا من قبل المجلس العسكري عن هذا البند، وكانوا بشكل واضح يخشون من مسألة حل لهذا الأمن وتسريح. لماذا التخوف أستاذ حيدر؟ من حل هذا الأمن تماما، هو أصلا هذا كان هو مربط فرس تدهور الثقة التي كانت قائمة بين الطرفين أصلا. وأصلا كانت الثقة متوفرة، وهكذا إلى أن تم التوافق على الاتفاقية الأولى لو تذكر، التي قضت بأن تمنح قوى الحرية والتغيير 67% من مقاعد المجلس التشريعي، وهذا غير الحكومة التنفيذية، مجلس رئيس الوزراء والوزراء الآخرين وهكذا. لكن بروز أصوات، وخاصة بعض فضل الاعتصام بتلك الصورة الوحشية، بروز بعض الأصوات التي تطالب من ناحية قوى إعلان الحرية والتغيير ومكوناتها المختلفة، بروز أصوات تطالب بحل لهذا الأمن وتسريح أو دمج تسريح تماما، تسريح قوات الدعم السريع تماما، أو دمجها في القوات المسلحة وتظل تابعة للقوات المسلحة. من الناحية الأخرى فضل الاعتصام وبتلك الطريقة الوحشية أيضا
يعني زعزع الثقة تماما لدى قوى إعلان الحرية والتغيير، واتضح لهم أن المجلس العسكري غير موثوق فيه، لأنه كثيرا ما ردد أنه لن يفض الاعتصام. فأصلا هذا كان هو مبعث الزعزع والمطاولة في الاجتماعات وتراجع المجلس العسكري عن المتفق عليه. ما زال المجلس يصر على أنه لن يهيكل القوى النظامية ولا يحل جهاز الأمن. نعم صحيح. لماذا هذا الإصرار؟ هذا هو طبعا هم كعسكريين، يعني أنت تعلم هذه مكونات عسكرية، الدعم السريع وجهاز الأمن والقوات المسلحة، ويعتقدون أن هذا شأن عسكري محض، شأن عسكري محض، يعني يمكن أن يجاز. وهذا يعني تحدث حتى بعض العناصر، بعض المكونات داخل قوى إعلان الحرية والتغيير تحدثت عن ذلك، وأن ذلك يرجع إلى الحكومة المنتخبة وليس خلال الفترة الانتقالية. دعنا إذا نعود إلى الحديث عن الجبهة الثورية، هي لديها ملاحظات على الاتفاق السياسي، هل يمكن معالجة هذا الأمر؟ كما قلت لك حتى الآن، يعني سوى هذا التسريب الذي جاء في خبر صحيفة السوداني الذي قرأته، والتسريب الآخر الذي تحدث عن مطالبته بتشكيل حكومة تصريف مهام خلال 6 شهور الأولى، فيما عدا ذلك لا نعلم ما هي مطالبات وشروط الجبهة الثورية. لكن على كل حال أنا أعتقد أنه إذا كانت هذا هو تلخيص شامل لكل ما تطالب به الجبهة الثورية، أعتقد أن هنالك بنود واضحة جدا ولا خلاف عليها، ويمكن إنفاذها وتلبيتها بشكل فوري. أما العقبة الوحيدة ربما تكون مسألة هيكلة القوات النظامية. هيكلة القوات النظامية هذه أيضا سوف لن يكون هنالك خلاف عليها، ولكن ليس في هذه المرحلة الانتقالية، ربما يكون هذا هو سبب الخلاف بشكل عام. نعم، لكن حركة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور بعيدتين عن التسوية التي ستكون متوقعة، يعني برأيك لماذا هذا البعد؟ نعم، هذا يعني واحد من الـ من الـ من الـ الإشكاليات التي ستعترض مسألة الوصول لاتفاق سلام شامل ودائم ونهائي. يعني لا بد أن يكون اتفاق السلام الدائم، لا بد أن يكون مع كل الأطراف وليس بشكل جزئي ومجتزأ. وهذه واحدة من المشاكل التي رافقت الأخطاء الكبيرة جدا والتكتيكات، الحقيقة هي تكتيكات كان يمارسها النظام البائد في أنه يحاول أن يخترق هذه الحركات ويحاول أن يشقها وهكذا بشكل مجتزأ جدا. لا بد أن تكون هنالك حزمة متكاملة لإقرار سلام شامل ويضم كل الأطراف. أنا أعتقد أنه ربما تكون هذه خطوة، لكن بالضرورة التواصل مع الحركتين الأخريتين، عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور. عبد العزيز الحلو يعني حتى الآن يعني يحيط الموقف العام لشيء من الغموض وشيء من الصمت، يعني حتى الآن لم يدلي بتصريحات واضحة جدا، غير تصريح مشهور وبيان مشهور عبر فيه عن تأييده للثورة وطالب بالحكومة المدنية وهكذا إلى آخر ذلك. أما عن سير التفاوض حتى الآن لم يدلي بأي رأي واضح. عبد الواحد بشكل واضح يعني هو أصلا هكذا، يعني رافض لأي صيغة للحوار، وظل يرفض ذلك بشكل واضح جدا، ولديه الآن مطالبات يمكن يعني عسيرة التحقق على الأقل في هذا الوقت وخلال الفترة الانتقالية. هو يطالب بعزل حزب المؤتمر الوطني تماما، يعني وحظره والاستيلاء على كل ممتلكاته ودوره وهكذا وواجهاته، وأيضا يطالب بعودة العسكريين، أن تكون الحكومة مدنية خالصة، وأن يعود العسكر إلى السكنات لممارسة مهامهم المعروفة، يعني أن لا يكون لهم أي وجود في أي مرحلة من مراحل الحكم سواء كانت الفترة الانتقالية أو غيرها. وأعتقد أن هذه الآن يعني حتى المفاوضات الجارية قد تجاوزت ذلك، وتم القبول بطرفي التفاوض، المجلس العسكري وهم عسكريون وقوى إعلان الحرية والتغيير.